بالدنيا في دائرتين، في ناس بيأمنوا فيك وبيدعموك وهم ما بيعرفوك، وللأسف اللي حواليك بيحبطوك. هدول الناس شغلتهم بحياتهم تخصصهم الإحباط، ما بدنا إياهم، عمرك ما يشدوك لدائرتهم، روح على دائرة المساندين. وكثير مرات بتمشي بفكرة وبتكون متشجع لها ومتلهف لها، للحظة معينة بتبطل، بتروح هاي الشغف اللي عندك للفكرة، بتشعر حالك إنك بدك تطفي. تعرف ليه؟ لأنه البيئة اللي حواليك عم تحبطك. دائما خليك مع الناس اللي بتشعر إنها بتعطيك تفاؤل وأمل وبتسندك وبتدعمك بدون مقابل. هدول الناس اللي لازم فعلا تضلك معهم. إذا أنت بتروح على دائرة الناس المساندين رح تكبر وتوصل، وإذا جروك المحبطين رح تضلك عندهم عمرك ما بتطلع.